تحب اشغل سعادتك حاجه؟ ايه يعني؟ اغاني مزيكا كده يعني؟ مزيكة ايه؟ لا مش وقته خالص، مش عايزه اسمع حاجه. وماله؟ عند العماره اللي جايه دي اركن يمين. ازيك يا عم عبيد؟ ازيك ست بسون؟ عامل ايه؟ الحمد لله. لسه مفيش اخبار؟ لا للاسف مفيش. طب اي خدمه لست الكل؟ لا انا هاخد بس كرتونه وامشي على طول ان شاء الله. ما البواب عارفك اهو، مع انك بتقولي ما بتجيش هنا كتير. وانت مالك؟ يا مؤاخذه يا مدام، هتتاجر اثار؟ تاجر اثار ايه بس؟ ما تكبريش الموضوع، دي امانه وكنت شايلها عنده، وعلى فكره مش بتاعتي، حد الله بيني وبينها. جوزي كان ظروفه تعبانه وعايز مبلغ، فانا قلت اجيب له المصلحه دي يخليها عنده وياخد فلوس. هتوديها فين دلوقتي؟ هرجعها لاصحابها طبعا. بقول لك يا ميسون هاني، بعد ما خدنا الامانه دي خساره الايجار يدفعيه في المخروب ده. انت مالك انت؟ انت مالك؟ دي حاجه تخصني انا، حضرتك بتتدخل في حياتي ليه؟ خلاص حقك عليا يا هادي، حقك عليا.